بيجي في وقت من الاوقات يا دكتور كده، ممكن وخاصة يمكن ده بيصيب قدر كبير جدا من السيدات اكتر من الرجال، ولكن هو بيحصل في المجمل انك حاسس بمجموعة من الالام في جسمك كله، انت مش عارف تحدد الالم ده، هل العمود الفقري هو اللي تعبك؟ ده في نفس الوقت برضه بحس بالام في البطن، بحس بالام في الرقبة، بحس بالام بشكل عام، حتى ممكن تكون في بعض الاعصاب انا حاسس بالم ومش عارف اروح لانهي طبيب مختص اللي ممكن يحدد لي الالم ده. بنواجه ده او في الكثير بيواجه ده، هو مش عارف بالظبط ايه اللي ممكن يكون السبب في هذا الالم. ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تكون شائعه، والبعض ممكن ما يعرفش ان هي مستحدثه في التدخل من خلال اطباء الالم التدخلي. هي مش مستحدثه في التدخل، كمان مستحدثه في التشخيص. يعني كان زمان مرض الفايبرومايالجيا او الالم العضلي التليفي او الليفي ما كانش معترف بيه الى التسعينات، مثلا سنه 96 لما عملوا مؤتمر كده على مستوى العالم وقالوا ان هذا هو مرض. يعني المرض ده غريب جدا، هو بيخش بيندمج او بيندرج تحت حاجه اسمها الام واسعه الانتشار تاخد الجسم كله، يجي في الستات اكتر من الرجال. ايه السبب يا دكتور؟ يعني الستات هتقلق كده تقول بقى يمكن بقى احل البيت بقى والمذاكره والدراسه وبودي المدرسه والكلام ده هو كله. ايه سبب المرض ده؟ سبب المرض ده ان بتحس بالالم بدون ما يكون في سبب للالم. يعني حضرتك انا ضربت لك مثال بالزايده الدوديه والحصوه اللي في الحالب. طب خلينا نضرب مثال كمان اكتر بالاعراض الخاصه بالفايبرو مايولوجيا. يعني يمكن دي بعض الحاجات اللي ممكن تكون بتاثر او كثير ممكن يكون بيحس بيها واحنا مش عارفين نشخص هي المشكله فين. اسمها متلازمه، متلازمه يعني فيها الم ومع اعراض اخرى، زي ما انت شايف حضرتك على الصوره اللي على اليمين دي اماكن الالم اللي بيحس بيها المريض او المريضه، اسمها نقاط الالم، احنا بندوس عليها بضغط معين والمريض او المريضه يحس بالم بتساعدني على تشخيص الحاله دي. اول حاجه انها كده لازم هي دي كانها يعني تشريحيه، النقط الحمراء دي اللي هي النقط مجموعه اللي الالام بالظبط. اللي ممكن المريض يحس بيها. هو انا شايفها دكتور الشكل ممكن يكون مختلف، ولا هي نفس الصوره بس هنا صوره لا هي وش وظهر، وش وظهر؟ يعني دي دي النقاط في اللي الظهر موجوده في ودي في الظهر ودي الوش. النقاط اللي موجوده في الوش. فانت بتلاقي الم شديد منتشر في كل الاماكن، ولما ندوس على النقاط دي المريض بيحس بالم، بتلاقي في طبعا صعوبات في النوم واجهاد مستمر وصداع وقولون عصبي ومثانه متوتره، تقول لك انا بقوم بالليل اروح التويلت 10 مرات. ليه؟ ربنا في المرض ده خلى جسم الانسان حساس زياده لكل حاجه، هو ما عندوش سبب بس هو حاسس بالالم لان عنده حساسيه مفرطه في الاحساس بالالم. فكميه البول اللي بتتجمع عندنا احنا مثلا، لو احنا عندنا 30 سنتي بول يجي لنا احساس ورغبه ان احنا نخش التويلت، هو او هي بيبقى عندها الاحساس ده على 5 سنتي، فتبقى رايحه جايه رايحه جايه. مرض صعب ومرض يعني غريب وما بتشخصش بسهوله، بيجي لي المرضى دول. طب احنا يمكن شفنا في صوره كده مع حضراتكم، يمكن دكتور خالد يمكن بدا يوصف النقاط اللي ممكن تكون بتاثر فينا او بنحس فيها بالام، ممكن اللي شاف الصوره دي بيحس ببعض النقاط دي المضيئه عنده، هي دي اللي فيها الام فعليا، ولا لازم يجتمع هذه النقاط ويمكن الصوره لا مع النقاط معانا دي تاني كده؟ بتاعتي انا اللي انا مع حضرتك، ولكن هو ممكن هو دلوقتي يجي يقول اللي لك بيشوفنا تيجي يقول لك انا عندي حاسس بوجع الم في في كل رقبتي، حاسس جسمي. بوجع في كتفي، الكلام ده كله، هل لازم تجتمع كل لا النقاط دي لا ولا اجزاء من النقاط؟ لا، الاكثر شيوعا الرقبه، الرقبه والكتاف. يعني تيجي لي المريضه بتاعت الفايبرو بتقعد قدامي اول كلمه تقول لي مالك يا ستي، تقول لي انا عندي الام في كل جسم، يبتدي تشتغل عندي الضوء الاحمر، اكتر حته بتوجعك فين؟ تقول لي رقبتي، وعملتي اشعات وبتاع، عملت رنين وعملت ومناظير وبتاع كويس ما فيهاش مش حاجه، عارفه ايه السبب فيه. بس انا تعبانه. ابتدي بقى اديها انا ايه اسئله استدرجها، طب انت عندك قولون عصبي؟ تقول لي والله. طب بيجي لك صداع؟ تعرفت ازاي؟ طب بتقوم للتويلت 30 مره في اليوم؟ تقول لي ابقى انا حطيت بلان او تشخيص مبدئي، اقوم احط ايدي على نقاط الالم دي، اي 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 ات از فايبروميالجيا، خلاص يكون اتضح اللي هو فيه فايبروميالجيا. ده الاسم العلمي للموضوع ده، ولكن هو يعتبر الام الالم العضلي العضلي التليفي بالظبط في الجسم، انت بتحس بالم في جسمك كله. اللي يقول الحد الفاصل بقى بالنسبه لك يا دكتور، من تحاليل من اشعاعات بتقول خلاص اللي هو مريض فايبرو. بقول لحضرتك لما انت كونت فكره من خلال كلام المريض وحاسس بالم في الجسم، بيروح التويلت كتير، حاسس بالم في الرقبه او في الاكتاف، لكن اكيد طبعا في نقط معينه كده او في تشخيص يكون هو خلاص الفيصل بالنسبه لك ان هنا مريض فايبرو. اول حاجه احس نقاط الالم، لقيتها اوكي يبقى هو غالبا فايبرو.
بس انا كطبيب بقى اما يكون عندي ذكاء ما احطش البيت كله في قفص واحد. ما هو مريض فايبر بس ممكن يبقى عنده حاجه تانية زي الناس العاديين كلهم. فاذا هو جاي مثلا رقبه بس، طب ما انا افحصه كويس واشوف لو عنده علامات ان هو عنده انزلاق غضروفي في الرقبه اعمل له رنين على الرقبه. ده الفحص هو اللي بيقول عنده مثلا ظهره عنده برضه، بتحول طبيب مختص يعني يديلك الفيصل. اعمل له الرنين واعمل له الفحوصات واشوف الغده الدرقيه دي لازم مهمه جدا، واشوف الفيتامين د ده مهم جدا، والحاجات دي كلها اظبطها. وليه ادويه يعني الفايبرو منظمه الصحه والغذاء الامريكيه يعني اقرت 3 ادويه للفايبرو، ده يمثل 20-30% من العلاج. بقيه الحاجات العلاج الطبيعي مهم جدا، العلاج النفسي مهم جدا، لينا تدخلات برضو اذا كان في صداع او في مشاكل تانية. في كمان ادويه بتتاخد عن طريق الوريد في النقطه، بالنقطه في الوريد محلول في المستشفيات، يعني كانت تبقى حاله نهاريه بتخش وتخرج على طول في النوبات الشديده، لان المرض ده بيتميز بانه بيجي ساعات في نوبات حاده جدا، المريضة أو المريض بيبقى ما بينامش بقاله مثلا أسبوع وآلام في كل جسمه لا تتخيل، يعني بيجوا بيصرخوا ويعيطوا وحاجات زي كده. فدول بنضطر إن إحنا نديهم حاجات عن طريق الوريد. إيه الأسباب اللي هي بتكثر انتشار الفايبرو مايولوجيا بالنسبة للسيدات أكتر منها الرجال؟ هقول لك بقى يا سيدي، هو إيه السبب الأساسي؟ زي ما قلت لحضرتك زيادة تحسس في الجهاز العصبي المركزي. بيبقى إحنا مولودين بنفس يعني كل الناس اللي عندها المرض ده مولودة عندها استعداد للمرض ده، صح؟ دي نمرة واحد. فاللي عندهم استعداد للمرض ده ثبت ان الستات اكتر من الرجالة. نمرة اتنين، طيب مين اللي بيحس بالألم اكتر عموما حتى اللي ما عندوش فايبرو؟ الستات اكتر من الرجالة، لان عندهم مستقبلات الألم عندهم عالية جدا عندنا عن الرجالة يعني. دي نمرة اتنين. نمرة ثلاثة، مين اللي بيتعرض للستريسز أكتر وللضغوط النفسية والعصبية والحاجات دي وأكثر يعني ايموشنال يعني أكتر إن هم بيكون عندهم ضغط بشكل يومي بالظبط؟ الستات. فهي بتيجي في الستات إيه مثلا؟ يقول لك من سن 35 ل 45 أو من سن 30 ل 50. ليه؟ ده سن الجواز والحمل والولادة والرضاعة والسهر وحمل الهم والكلام ده كده يطلع الفايبرومايالجيا. ده الطبيعي. بنشوفها في الصغيرين بس الاكثر شيوعا الستات ما بين 30 ل 50. تقول لك انا ما بنامش، ما بعرفش انام، حتى لو نمت مجهد. حضرتك قلت لي نقطه مهمه جدا ممكن تكون وقائيه نوعا ما لو اتكلمنا فيها شويه. حضرتك قلت لي هو بيبقى مولود عنده حساسيه زياده في الجهاز العصبي، هل ممكن الاكتشاف المبكر يؤدي ان انا ما اوصلش ان هو يكون مريض او مريضه فايبروميالجيا؟ ايوه صح. انت لو انت بتشوف ابنك او بنتك بيبتدي احساسه بالالم زياده قوي، لو اتخبط خبطه صغيره بيقعد يصرخ غير ابن الجيران، الخبطه اللي هي بالنسبه له ولا حاجه خالص، وخصوصا اذا كان عندك بنت او كده، يبقى اعرف ان هذا المرض ممكن يكون موجود عندها. تعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، انت تبعدها عن الضغوطات، تبعدها خالص عن الضغوطات وتعلمها انها تعيش وتستقبل الحياه بطريقه بسيطه وما تعرضش نفسها ولا تفكر تفكير سلبي ولا حاجات دي كلها، لان الاسترس والضغوط النفسيه بالذات والعضليه طبعا النفسيه بالذات بتسبب خروج مرض الفايبرومالجيا. ده يخليك يا دكتور على طول مع مريض الفايبرو لازم يكون في طبيب او مختص نفسي، يعني ده بيكون خط متوازي مع علاج انت ده المثالي ألم. ده المثالي بس بقى طبعا احنا بنقوم بكل حاجه كعلاج الم، يعني المريض بيحب ان هو يروح في حته واحده يعني، واحنا طبعا دارسين الادويه اللي بتتعالج وبتعالج القصه ايه طب انا اقول لحضرتك حاجه، 3/4 الحالات اللي بتجيلي ما تكونش مشخصه ودايخه بقى ومش عارفه عندها ايه، واول ما تقعد قدامي اقول لها انت عندك فايبروميالجيا تقول لي ايه؟ اقول لها فايبروميالجيا وده مرض شائع، وخش على جروبات اكتبه لها في الروشتة، خش على جروبات الانترنت على مستوى العالم كله هتلاقي عيانين زي كتير جدا وبيقعدوا يعملوا تشات مع بعض ويتحاوروا مع بعض ايه اللي بيحسنهم وايه اللي ما بيحسنهمش. تخيل حضرتك ده بيزيل 3/4 الالم، لان هي بتبقى خايفه عندها ايه، مش عارفه عندها ايه، وتفكيرهم كله بيروح ان انا عندي سرطان، عندي مرض في الجهاز العصبي مش مكتشف، ام اس، كلام من ده. اما بتعرف ان هذا المرض هو الفايبرو وانه منتشر وله طرق علاج وان هي لازم تستقبله بطريقه بسيطه ومن غير افكار سلبيه بيخفوا ويبقوا كويسين.
يعني مجرد بس المعرفه والتوعيه دي والثقافه مهمة جدا. في حاله الهجمه الشديده للفايبروميالجيا، يعني المريض هنا يعمل ايه؟ واكيد طبعا الطبيب هيكون ليه دور كبير جدا، ولكن قبل ما يروح المريض او المريضه للطبيب لازم يكون في دور بيعمله هيخفف شويه كتير جدا عنه. اما بيكون في هجمه جديده ده حسب بقى ايه، انا بقسمها درجات 1 2 3 4. واحد ممكن ازود الجرعات الادويه او اديله ادويه لو ما كانش بياخد ادويه وافهمه الموضوع ايه واديله اجازه يقعد في البيت. نمره 2 علاج طبيعي للالم والحاجات دي كلها اكثفه. نمره 3 و4 انا باخده المستشفيات بنعمل جلسه عن طريق يعني الوريد ادويه معينه بتتاخد على 3 4 جلسات بين كل جلسه والتانيه 3 ايام. دي طبعا احدث حاجه في علاج الفايبرومالجيا وفي الهجمات الشديده بتاعتها واثبتت كفاءه يعني، بس دي طبعا بتتم تحت اشراف محدد. اكيد طبعا الخطه العلاجيه لمريض الفايبرومالجيا بيكون شكلها ايه وبتبتدي معاهم ازاي، وطبعا اكيد زي ما حضرتك قلت كده بيكون في درجات للمرض، ولكن للعلم او للوعي بمرض ممكن يكون مستحدث عند البعض من حضراتكم لسه اول مره يسمعه، بيحس بالام كتيره جدا في جسمه، هو مش عارف ايه المشكله الاساسيه عنده رغم ان هو عمل تحاليل واشعاعات على حاجات كتيره جدا في جسمه، ولكن الخطه العلاجيه اكيد طبعا الخطه بيكون ليها العلاجيه تضرر. اول حاجه التشخيص السليم، ادي نمره واحد ان انا اشخص واتاكد ان هو فايبرومالجيا. الادويه، والادويه هم ثلاث اصناف اللي هم مثبتين، انا بدي الصنف على حسب المريض ووظائف الكلى والكبد بتاعته وسنه والحاجات دي كلها. الادويه هنا لان احنا بنقول الم، والم يعني مسكن، لا دي مش هنا مسكنات، الادويه بتكون لا لا مسكنه. لا لا مش على فكره مريض الفايبرومايالجيا لا يستجيب للمسكنات، يا ريت ما كانش جالي كان خد الاسبرين او الكتافلام او بتاعه واستريح. لا الماده الفعاله بس، انا اذكر الماده الفعاله، الماده الفعاله، واخد بال حضرتك، انما هو ما بيستجيبش للمسكنات، انما الثلاث ادويه دول، الثلاث ادويه دول بيشتغلوا على الجهاز العصبي المركزي للمرض نفسه، طريقه المرض نفسه، ومش هم اللي بيعملوا كل الشغل على فكره. وطبعا العلاج الطبيعي مهم جدا، والعلاج الطبيعي ده ليه طرق، مش اي علاج طبيعي، يعني العلاج الطبيعي عايز واحد متخصص علاج طبيعي فاهم يعني ايه فايبرومايالجيا. ونمره 4 العلاج النفسي زي ما قلت حضرتك، ونمره 5 بعض التدخلات زي التردد الحراري وحقن نقاط الالم لو كان في التهاب مصاحب للعضلات، وعلاج الصداع برضو التدخلي لو الصداع هو المسيطر، ونمره 5 الادويه اللي هي عن طريق الوريد في الهجمات الشديده. طب حضرتك قلت لي رقم 2، انا عاوز اقف عند رقم 2 شويه، لازم يكون الكلى مظبوطه، الكبد مظبوط، طبعا مفيش عنده مشاكل بحيث ان انا اقدر اديله ادويه من الثلاث ادويه طبعا المقررين. في حاله ان عندي مريض عنده مشكله في الكبد، مشكله في الكلى، ممكن تكون مشاكل تبعده عن الدواء ده، ودي تاني خطوه في خطه العلاج بتاعه بالنسبه لمريض الفايبرو، هل بيكون في حاجه ممكن تكون تبادليه مع ده؟ يعني مش هدي لك الدواء لكن هيكون في جزء تبادلي ممكن يكون بزياده العلاج الطبيعي بعض الادويه الثانيه او العلاجات الثانيه؟ اكيد طبعا، احنا في الوجود وقصور في وظائف الكلى او الكبد، اللي هي الكبد هو اللي بيكسر الدواء والكلى اللي بتتخلص منه. لو في قصور في دول بنعمل حاجه اسمها يعني ايه، تغيير للجرعات وتغيير للاوقات اللي هو بياخدها، اذا كان بياخد 3 مرات هنديله مرتين، اذا كان بياخد 50 مللي جرام هنديله 25 مللي جرام، او ان احنا ما ندولوش خالص حسب الوظيفه بتاعت الكلى او الكبد درجه الخطوره بتاعتها ايه. انا عندي مثلا مريض كلى بيغسل فما عنديش مشكله في بعض الامراض لانها بتنزل مع الغسيل الكلوي. الكبد بيبقى اقل خطر شويه من الكلى يعني. بنقلل الجرعات وبنزود المسافات ما بين الادويه، يعني على حسب برضو الحاله الصحيه للمريض ده مهم طبعا جدا. طبعا الطبيب، واكيد برضو السن برضو ليه دور كبير جدا في التعامل يا دكتور. وفي رد فعل المريض للدواء، يعني في مريض ياخد الدواء يقول لك لا انا ما استريحتش فيه، ليه؟ بنام كتير، بزيد في الوزن، حاجات زي كده، فاحنا بنعمل شيفت على دواء تاني. طب خلينا بقى عشان ايه المريض يكون متاكد ان ده فايبروميالجيا مش وهم الفايبرو. بيجي لك مرضى ممكن يكون هو فعلا بيشتكي من اعراض كتيره جدا والام كتيره جدا في جسمه، ولكن هو مش مريض فايبرو. ايوه كتير 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 جدا، يعني على حسب برضو خلي بالك الفايبر انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه دلوقتي، كل اللي بيسمعنا والله يعني ممكن حد كلهم هيطلعوا فايبر بالظبط، يعني انا بسمع فالواحد بيفتكر دايما كده والله انا بحس بالام في ظهري شويه، الرقبه ساعات بقوم من النوم مش قادر، بعد كده ممكن تلاقي نفسك بتخش التويليت كتير او الحمام كتير، فهتلاقي نفسك عمال تجمع في حاجه كده، ده احنا كده كلنا مرضى فايبر. انا ليا نظريه بقولها للدكاتره الصغيرين وبتاع، بقول لهم ان كل البشر فايبر ولدرجات وبتطلع في حاجات، فكلنا فايبرو بتطلع وقت زي ما انت بتقول كده وقت اللزوم، انما في بقى حالات غلسه الفايبر وانا نايم فايبرو، وانا صاحي فايبرو، وانا مش عارف انام احساسه وأنا بالالم مستمر طول اليوم. دي بقى دي الغلسه دي اللي بتستاهل بتستحمل بقى وتستاهل العلاج الطبي والحاجات اللي احنا بنقول عليها.
انما لو انت جالك بعض الاعراض ساعات احنا كتير جدا لما يجي لك صدمه نفسيه بتحس بجسمك كله بيوجعك، ها ساعات بتحس بخمول اللي انت مش قادر مش قادر تعمل اي مش حاجه، قادر تمشي على رجليك، مش تمشي، الكلام ده كله بيحصل لكتير جدا من جهاز عصبي، جهاز عصبي. فهو احنا كلنا شامين فايبرو بس لدرجات يعني، ولكن هي في درجه بنقول خلاص انت هنا مريض درجة خلاص فايبرو ميالجيا. طيب خلينا عند بقى المريض الفايبرو ميالجيا، هل هو مرض مزمن خلاص ده مرض هيصاحبني طول العمر زي السكر او الضغط او الكلام ده كله، ولا ممكن الشفاء منه تماما خلاص مش هيبقى عندي المشكله دي؟ لا هو مرض للاسف هيصاحبك طول العمر، بس انت تبقى عارف الطرق انك انت تقلل الاعراض وتقلل الهجمات اللي بتجيلك وتعيش الحياه اللي تخليك مستحمل المرض. زي واحد عنده ضغط، الضغط ما بيتعالجش، بيفضل طول عمره ياخد علاج الضغط، السكر كذلك. فانت تعتبره هكذا، تتابع مع الطبيب دايما علشان يقدر ما تاخدش بقى دواء وتفضل تاخده طول العمر. يعني انا بشوف ناس بياخدوا دواء الضغط صنف واحد يفضل طول عمره عليه، ويكتشف في الاخر جاله فشل كلوي. ليه؟ لانه هو ما كانش بيتابع مع مريض القلب مع دكتور القلب ادويه الضغط. فهو ده المتابعه، طالما انت شخصت هكذا تتابع مع المريض. ممكن الدكتور في لحظه من اللحظات المريض نفسه يكون عنده الثقافه دي يا دكتور، اصل هو الطبيب اكيد هيتابع، لكن المريض نفسه زي ما حضرتك قلت كده انا بس رايح لدواء الضغط ده فمستمر عليه، كل ما يحصل لي حاجه او مشكله في الضغط بروح جايب نفسي دواء الضغط، ولكن ده ممكن يكون ليه اثار سلبيه على الكلى. الكلام ده غلط، المفروض طبعا يتابع التحاليل ورسومات القلب يعني دي ثقافه برضه زي ما بتقول لحضرتك. هل في علاقه ما بين هذا المرض والجهاز المناعي؟ بيقلل الجهاز المناعي طبعا، يعني مرضى الفايبرو كمان من ضمن الاعراض بتاعتهم يجي لهم حساسيه في الصدر كتير جدا، ويجي لهم حساسيه في الجلد وحساسيه للضوء. انا بس يمكن انت الصوره اللي شفتها فيها بعض الاعراض، انما الفايبرو ده عالم يعني موجود فيه كل حاجه.